السلام عليكم طلاب. تقنيات عددية وتحليل عددي، لأن موضوعنا matrices and determinants. الآن المصفوفات يعني والمحددات. notation الرموز، رمز الماتريكس ممكن نحط أحرف كبيرة أو أحرف جوا مربعات، أقواس مربعة. هاي هي رمز للماتريكس A. الآن الماتريكس هي ترتيب من العناصر زي جدول. الآن هذا الجدول الخطوط اللي بهذا الشكل، العناصر بهذا الشكل تسمى روز، روز صف، وبهذا الشكل تسمى كولومز. إذا في عندي 2 روز و 3 كولومز، 1 2 3 كولومز، 1 رو 2 روز. الآن ممكن نستخدم هذه الأقواس وممكن استخدام هذه الأقواس أيضا، 2 minus 1 3 5 0 7. الآن بنحكي A عبارة عن matrix. A is 2 by 3 matrix. 2 اللي هي عدد الصفوف، وعدد الأعمدة 3 times 3 matrix. إذا 2 by 3 matrix هذا اسمه size or dimensions of the matrix. الرقم الأول يدل على عدد الصفوف دائما، والرقم الثاني يدل على عدد الأعمدة. لما نحكي 2 by 3 matrix ضمنيا بفهم انه 2 rows 3 columns. الآن هذه الماتريكس اسمها A، هذا العنصر يسمى A11، هذا يسمى A12 صف أول عمود ثاني، يعني هذا العنصر بالصف الأول والعمود الأول A11، هذا A12 صف أول عمود ثاني، هذا A13، هذا A21، A23، A2, A22, A23. الآن إذا A11 تساوي 2، A12 minus 1، A13 3، A21 equals 5، A22 equals 0، A23 equals 7. هذه كلها تسمى entries or elements of the matrix A. يعني لو أخذت الماتريكس B، الماتريكس B هي 5 8 4 minus 1 2 0 10. هاي مسميها أو حجمها 3 by 2 matrix. 3 by 2 matrix. We have 3 rows 2 columns. 3 rows 2 columns. هاي عدد الصفوف، هاي عدد الأعمدة. Number of rows, number of columns. الآن B12 يعني العنصر الموجود في الماتريكس B في الصف الأول والعمود الثاني، صف أول عمود ثاني يعني 8. لأن B32 بتساوي 10، صف ثالث عمود ثاني. B23 بالماتريكس B صف ثالث عمود ثاني. B22 صف ثاني عمود G2 صف ثاني عمود ثاني اللي هي -2. B21 صف ثاني عمود أول اللي هي بتكون 4. إذا هاي الطريقة كيف نسمي الإليمنتس، الإليمنتس أو entries of the matrix. الآن definition: if A and B are two matrices then A equals B. A بتساوي B لما يكون في عندي two matrices. حتى أحكي عنه A بتساوي B، التعريف A and B في شرط أول إنه A و B have the same size، إلهم نفس الحجم، 2 في 3 2 أو 3 في 2 2 أو 4 في 4 2، إلهم نفس الحجم. وبعدين AIJ تساوي BIJ for any IJ، يعني لأي صف لأي عمود AIJ تساوي BIJ، يعني العناصر المتناظرة متساوية إلهم نفس الحجم زائد العناصر في المواقع المتناظرة أن تكون متساوية. توضيح مثال: and given that the matrix X squared 5 7 2Z equal 25 Y 7 minus 2. هذول 2 matrices، كل واحدة منهم 2 by 2 matrix يعني مربع square matrix رح نسميها بعد شوي. الآن الـ X تربيع لازم يساوي 25 بما إنهم نفس الحجم ومتساويات، إذا كل عنصر يساوي نظيره، كل عنصر يساوي نظيره، فالـ X تربيع بدها تساوي 25. إذا الـ X تساوي plus minus 5، إما 5 أو minus 5. الخمسة تساوي الواي،
يعني هيك y حصلنا عليها انه لازم تكون 5. المطلوب find the values of x, y and z. طلعنا x تربيع تساوي 25، يعني x زائد ناقص 5، 5 تساوي y، اذا قيمة ال y 5. يعني المجهول هذا 2 z يساوي minus 2، وبالتالي z بتساوي negative 1 ناقص 1. الآن نحط رموز كيف نكتب الماتريكس بشكل عام. لو كان عندي ماتريكس حجمها n في m، يعني الصف الأول a11 a12 a13 a1m، يعني كم عمود عندي؟ m من الأعمدة، لأنه الرمز الثاني الرقم الثاني هو الأعمدة، 1 2 3 آخر رقم m. الصفوف اللي هي الأول هون 1 2 3 إلى n، فإذا في عندي n من الصفوف مع m من الأعمدة، في m n من الصفوف و m من الأعمدة، إذا هي n by m matrix. ال n عدد number of rows عدد صفوف، ال n عدد الأعمدة number of columns. Then a is could be written، ال a بإمكاننا نكتبها يعني من ناحية للتبسيط الكتابة، مش شرط دائما أكتب هذا الشكل الكبير، ممكن أكتب could be written as a تساوي نكتب عنصر ممثل a i j، والاي بتاخذ قيم من 1 ل n والجي من 1 ل m، فبصير حجمها n في m. طبعا اي عدد طبيعي من 1 ل n وجي عدد طبيعي من 1 ل m. فهذه طريقة كتابة الشكل الكبير هذا، ممكن نكتبه بهاي الصورة المختصرة. And a is called a square matrix، بنسمي ال a square matrix if n بتساوي m، إذا n مساوت m بنسميها square matrix. Otherwise غير ذلك it is called a rectangular matrix، يعني مصفوفة مستطيلة ومصفوفة مربع. المربع عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة n تساوي m، يعني يكون حجم الصفوف عدد صفوف n وعدد الأعمدة نفس العدد n. الريكتانجولر عدد صفوف يختلف عن عدد الأعمدة، قد يزيد قد يقل. الآن notice that، ملاحظة مهمة خاصة في ناحية البرمجة هاي بتهمكم. لأن if A is a square matrix، A مجموعة مربعة، الآن العناصر راح تكون A11 A22 A33 إلى ANN، هدول بيكونوا متساويات صفوف الأعمدة، هاي يسمى diagonal. diagonal يعني القطر diagonal. الآن كل I بتساوي J على هذا الدياجونال، يعني هذا A11 الصف الأول عمود أول، A22 لاحظ مش قيمة العدد أنا بحكي إنه متساويين، الصف والعمود نفس المكان، هذا صف أول عمود أول، هذا صف ثاني عمود ثاني، صف ثالث عمود ثالث، صف N العمود N. الآن في الأعلى يعني لو كتبت هذا العنصر اللي بالصف الأول راح يكون A12، بتكون الـ I أقل من الـ J فوق القطر، فوق القطر ترتيب العناصر أي عنصر بتكون الـ I أصغر من الـ J، تحت القطر الاي بتكون اكبر من الجي. توضيح، لو اخذنا ماتريكس 3 ب3، هون A11 A22 A33، كمل الصف الاول A12 A13 A21 ثاني A23 A31 A32 A33. لاحظ الاي والجي، الاي اصغر من الجي في الاعلى وفي الادنى تحت القطر، ترتيب الصف اكبر من ترتيب العمود، I أكبر من J على القطر، ال I تساوي ال J، هذا في حالة square matrix، ما في قطر إلا إذا كانت square matrix. لأن نوع معين راح يواجهنا كثير من الماتريسيز، بيكون عندي square matrix هذا الدياجونال، تحت الدياجونال كله أصفار، يعني AIJ تساوي 0 لكل I أكبر من J، فتحت القطر أصفار، فوق القطر أي أعداد، على القطر أي أعداد، المهم تحت القطر يكون أصفر. إذا تحت القطر أصفر كأنه عندي فراغ، فالثقل للماتريكس جاي في الأعلى، فهي تسمى upper triangular matrix، مصفوفة مثلثية عليا upper triangular matrix، الأصفر كأنها فراغ. الآن all the zeros or all sorry the elements are zeros or the elements under the diagonal are zeros. الآن إذا ال upper triangular matrix عبارة عن square matrix تكافئ square matrix such that all the elements below
the diagonal are zeros، هي المصفوف المربع، هي مصفوف مربع، بحيث كل العناصر اللي تحت القطر أصفار، بنسميهم elements أو بنسميهم entries. بتكون for any i أقل من j، for any i no for any i greater than j، بتكون a i j تساوي صفر تحت القطر، بده يكون أصفار. يعني هذا بيكون a 2 1 مثلا، هذا a 2 3 1، فال i أكبر من ال j. فإذا i أكبر من j، a i j بدها تكون صفر، وكلام اللي حكيناه إنه تحت القطر أصفار. الآن لو كان عندي ماتريكس، هذا المين دايجونال أو ذا دايجونال a11 a22 إلى ann، هي سكوير، عشان في سكوير في إلها دايجونال. كان العناصر اللي في الأعلى أصفار، اللي بتكون فيها i أصغر من ال j، ال i أصغر من ال j بتكون a i j تساوي صفر، يعني فوق القطر أصفار، تحت القطر أي شيء أصفار أو غيرها، على القطر أي شيء أصفار أو غيرها، بس المهم فوق القطر أصفار. هذه تسمى lower triangular matrix، هي square matrix such that all the elements above the diagonal are zeros، كل العناصر اللي فوق القطر تكون أصفار، يعني الثقل للماتريكس جاي تحت، الأصفار كأنها فراغ. هذه lower triangular matrix، والأولى تسمى upper triangular matrix. أمثلة، لو أخذنا هذه الماتريكس اللي أنا مؤشر عليه هو الدياجونال، هذا الدياجونال تحته أصفار، إذا هاي upper triangular matrix، هذا الدياجونال تحته أصفار، إذا upper triangular matrix، هذا الدياجونال عليه أصفار ما عليه أصفار ما بهمني، فوقهم عليه أصفار ما في ما بأثر، المهم تحت القطر يكون أصفار، تحت القطر أصفار. إذا هدول ثلاث أمثلة على upper triangular matrix، والتالية ثلاث أمثلة على lower triangular matrix. هذا المين diagonal تحته فوقه أصفار، تحته أي شيء، هو نفسه أي شيء، فوقه أصفار، فهذا يسمى lower triangular matrix. حتى هذه فوق القطر أصفار، إذا الثقل لتحت، إذا تسمى lower triangular matrix، مصفوفة مثلثية سفلى. any matrix with any size، أي matrix إلها أي حجم، such that all its elements are zero is called a zero matrix. يعني أي مصفوفة من أي حجم كل عناصرها أصفار تسمى zero matrix، وأحيانا نرمز لها بالرمز zero أو zero عليها أقواس، كل العناصر zeros، فهي zero matrix حجمها 3 by 2 matrix، هذه 2 by 2 zero matrix، هذه 1 by 4 zero matrix، كل هدول إذا zero matrices. And the identity matrix or the unit matrix هي كأنها محايد الضرب. لاحظوا عندنا في الجمع في عدد اسمه العدد المحايد، العنصر المحايد، مين المحايد في الجمع؟ هو الصفر، صفر زي زائد أي عدد يبقى العدد الثاني، فإذا الصفر لا يؤثر في الجمع فهو محايد الجمع. بالضرب عندي مين محايد الضرب؟ نعم هو الواحد، لو ضربنا الواحد بأي عدد بعطيني نفس العدد. لأن في إشي اسمه الانفرس، في الاديتيف انفرس النظير الجمعي، وفي المالتيبليكاتيف انفرس النظير الضربي. بالأعداد مثلا، شو النظير الجمعي لاثنين؟ معناته مين العدد اللي بجمعه لاثنين بعطيني محايد الجمع. مين هو النظير الجمعي لاثنين؟ سالب اثنين، يس، سالب اثنين زائد اثنين تساوي صفر. أي عدد نظيره الجمعي بغير إشارته، مثلا ناقص ثلاثة على خمسة، ما هو النظير الجمعي الاديتيف انفرس؟ بيكون 3 على 5، اجمعوا مع السالب 3 على 5 بعطيك 0. في عندك المالتيبليكاتيف انفرس 2، شو المالتيبليكاتيف انفرس؟ النظير الضربي ل 2 هو عدد اذا ضرب ب 2 بعطيني محايد الضرب. مين محايد الضرب؟ هو الواحد. 2 ضرب مين بعطي 1؟ 2 ضرب نص، 2 ضرب نص هو 1، فاذا النظير الضربي بقلب العدد. طيب سؤال، هل كل الأعداد الحقيقية لها نظير ضربي؟ يعني هل كل عدد بإمكاني أجيب عدد أضربه فيه بحيث إنه الناتج يطلع الواحد؟ الجواب صح لكل الأعداد ما عدا الصفر. الصفر مستحيل تجيب عدد تضربه فيه بعطيك الواحد، إذا الصفر ليس له نظير ضربي،
ليس له نظير ضربي، لأنه ما في عدد. لو ضرب بالصفر بعطيني محايد الضرب، ومحايد الضرب هو الواحد. الآن شو علاقة هذا الحكي اللي بحكيه مع موضوع اليونت ماتريكس؟ اليونت ماتريكس بس نتعلم ضرب المصفوفات، راح نجد إنه المصفوفة I2 يعني صفين بعمودين مربعة حجمها 2 في 2، بيكون على القطر وحدات الباقي أصفار. أي مصفوفة حجمها 2 في 2 أضربها بهاي بتضل الناتج نفس الأخرى، يعني هذه لا تؤثر في ضرب المصفوفات اللي راح نتعلمها بعد. الآن اللي حجمها 3 بـ3 على القطر وحدات وخارج القطر أصفار، هذه محايد الضرب لكل المصفوفات اللي حجمهم 3 بـ3. يعني جيب أي مصفوفة حجمها 3 باي 3 ماتريكس اضربها في هذه بضل الثانية، نفس الشيء للرابعة والخامسة والسادسة. إذا نحط I2 عشان ندل على الحجم، I identity أو unit matrix، وال I3 يعني 3 صفوف بـ3 أعمدة، صفين بعمودين، 4 صفوف بـ4 أعمدة. إذا كان ما في يعني التباس ممكن نحذف الرقم، كثير مرات نحط I إذا كان ما في مشكلة بالسؤال أو بأي موضوع نشتغل فيه. إذا ما في تأثير على الرتبة الحجم فنحطها I بدون رقم. يعني I إن تساوي I بشكل عام هي square matrix such that all the elements on the diagonal are ones، هي مصفوفة مربعة من أي حجم على القطر الرئيسي كل العناصر أو الانتريز وحدات، and all the elements outside the diagonal are zeros، خارج القطر كل العناصر بتكون أصفار. الآن في مصطلح جديد نتعرف عليه. إذا كان عندي A matrix n by m matrix حجمها n في m، then the transpose of A، transpose للماتريكس تدوير الماتريكس AT، هو إنك تبدل الأعمدة صفوف، يعني كان اسمها AIG العنصر بدي أحطه في الموقع AJI، بصير حجم هاي الماتريكس m في n، كان حجمها بالأصل n في m، لما عملنا ترانسبوز صار m في n. ببساطة شو يعني ترانسبوز؟ عندي ماتريكس بحط الأعمدة صفوف وصفوف أعمدة، أو العكس، الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف، يعني بدل الأعمدة محل الصفوف، بنسميها ترانسبوز of the matrix. الآن في بعض الحالات بتكون A ترانسبوز تساوي A، إذا A ترانسبوز ساوت A بنحكي عن الماتريكس سيمتريك، متماثلة. متماثلة راح نبين ليش اختاروا الاسم سيمتريك. فإذا A ترانسبوز تساوي الـ A، وأكيد راح تكون A ضمنيا هي سكوير ماتريكس، لأنه إذا كان حجم A N في M وحجم A ترانسبوز M في N مش راح يتساووا، لأنه الحجمين مش متساويين. فأول شرط حتى يتساووا لازم يكون الـ A ترانسبوز والـ A لهم نفس الحجم، يعني A لازم تكون مربع. وفي شرط ثاني إنه العناصر المتناظرة بعد ما نعمل ترانسبوز تكون متساوية. إذا كل السيمتريك ماتريكس راح تكون سكوير، بس مش كل سكوير أكيد هي سيمتريك. الآن example، find the transpose of each matrix then determine whether the matrix is symmetric، يعني أوجد الترانسبوز لكل ماتريكس وحدد إذا كانت الماتريكس سيمتريك. الـ A transpose شو يعني؟ بعمل بكتب هذه كان حجمها كم؟ 2 في 3، الترانسبوز راح تصير حجمها 3 في 2. الآن الصف الأول بكتبه عمود أول 2 minus 1 3، الصف الثاني نكتبه عمود ثاني 4 0 8، فهاي طلعت الماتريكس حجمها 3 في 2. هل الأصل يساوي هذه؟ هل A تساوي A ترانسبوز؟ أكيد لا، لأنه الحجمين مختلفين فمستحيل يتساووا، فإذا مش متساويين، يعني A is not symmetric. يعني نشوف B، لو جبت B ترانسبوز، B ترانسبوز نحط الصف الأول عمود أول بتصير 4 5 1 سالب 2، نكتب 1 سالب 2، يعني بحول الصف إلى عمود، كل صف بحوله إلى عمود، الصف الأول بصير عمود أول، الصف الثاني بصير عمود ثاني، فحصلت على ترانسبوز. هل التنتين متساويات؟ هل بي تساوي بي ترانسبوز؟ الأربعة نفس الأربعة، أوكي، طبعا الحجم نفسه 2 في 2 لأنها مربعة،
وهي 2 في 2، حجمين متساويين بس مش شرط متساويات المصفوفات، حتى يتساوي بدي اشوف كل عنصر المقابل له، هذول متساويات صح، بس الخمسة لا تساوي الواحد، خلص ما في داعي نكمل. فاذا هون البي ترانسبوز لا تساوي البي، يعني بي is not symmetric، فالبي مش متماثلة. الآن سي في حجمها كم؟ 3 صفوف 3 by 1، لأن سي ترانسبوز بدها تصير 1 by 3، يعني بده يكون فيها صف واحد 2 minus 1 4، 1 times 3. هل هذه تساوي هذه؟ for sure not، فمعناته it's not symmetric. 4 A equal 2, 3, 1, 3, 7, minus 5, 1, minus 5, 0. A square matrix 3 by 3, it could be symmetric or not. عشان أعرف إنها symmetric أو لا، بجيب A transpose. A transpose بدي أحول الصف الأول، أكتبه عمود أول 2, 3, 1. الصف الثاني 3, 7, minus 5. الصف الثالث حط عمود ثالث 1 minus 5 0. الآن قارن، هل هذا يساوي هذا؟ هذا يساوي هذا؟ هذا يساوي هذا؟ 3 تساوي 3، 7 تساوي 7، -5 -5، 1 1، -5 -5، 0 0. يعني إذا A transpose ساوت ال A، معناته A is symmetric. ف A is symmetric matrix. هندسيا شكل، يعني الشكل ليش سموها سيمتريك؟ لو جينا على القطر، هدول العناصر متناظرة حول القطر متساوية، هدول العنصرين متناظرين حول القطر متساويين، هدول العنصرين متساويين وهما متناظرين. فإذا سيمتريك يعني في تناظر حول القطر، تماثل حول القطر. رياضيا التعريف الرياضي الدقيق انه A transpose تساوي A، فبنكون A is symmetric. Now B. Find the transpose of the matrix B. The transpose of B equal 4, negative 1. Negative 1, 5. هل ساوت الأصل؟ 4 equal 4, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 5, 5. That is B transpose equal B. يعني B is symmetric. Symmetric ماتريكس. لو رجعنا للأصل، هذا القطر الرئيسي، تطلع حوالين القطر في تساوي. الآن operation on matrices definition: if A equals Aij, B equals Bij are two n by m matrices إلهم نفس الحجم، then A plus B بتساوي Aij زائد Bij. شرط أول إن يكون لهم نفس الحجم حتى يكون الجمع معرف، وبنجمع العناصر المتناظرة، والناقص نفس الإشي، A ناقص B لازم يكون لهم نفس الحجم، وبنطرح العناصر المتناظرة، وحجم الناتج في الحالتين هو N by M matrix. لأن لو كان عندي رقم سكيلر زي الفيكتور يسمى سكيلر real numbers إحنا بهمنا الآن، Ka تساوي K في Aij، بيكون لها نفس الحجم الأصلي ل A. N ضرب M matrix، ال K تسمى scalar وال K is a real number. الآن كيف نجمع هون؟ نجمع العناصر المتناظرة معا. فكيف نجمعهم؟ هذا الحجم 2 في 3، حجم 2 في 3، فإذا عملية الجمع أو الضرب أو الطرح بتكون معرفة. إذا الجمع والطرح شرطها حتى تكون معرفة إن اللي بجمعهم أو اللي بطرحهم بيكونوا نفس الحجم، وبنجمع العناصر المتناظرة، بتصير 2 مع سالب 7 سالب 5، سالب 1 زائد 5 4، 3 زائد 1 4، لأن 0 زائد 3 3، 5 زائد 2 7، لأن 8 زائد 1 9. فهذه عملية الجمع. لاحظ لو جمعنا بالعكس تطلع نفس النتيجة، يعني الجمع تبديلي، لأن هاي الماتريكس حجمها 2 في 1، صفين بعمودين، هاي 3 في 1، الحجم مش نفسه، معناته هون الجمع is undefined.
undefined يعني ما بإمكاني أجمعهم. الجمع ليس معرف، حتى يكون معرف لازم يكون نفس الحجم، سواء جمع أو طرح لمصفوفتين لازم يكون لهم نفس الحجم. هاي حجمها 1 في 2 وهاي 1 في 2، تسمى رو ماتريكس أو فيكتور ماتريكس إلى صف واحد أو عمود واحد. العمود واحد تسمى كولوم ماتريكس وتسمى فيكتور. الآن العملية معرفة طالما الحجم نفسه، -1 ناقص 1 -2، 3 ناقص 5 -2. الآن 5 مضروبة، لما يكون 5 جنب مصفوفة يعني ضرب، 5 ضرب مصفوفة إني أضرب المصفوفة، كل عنصر بالمصفوفة بالعدد، يعني بتصير ناقص 5 10 5 ناقص 15. فإذا هذا الحل. الآن 2 في -1 4 5 3 زائد 7 في 1 0 0 1، هاي اسمها الايدنتيتي ماتريكس صح؟ الآن تساوي، نضرب بتصير -2 8 10 6. ضربت كل عنصر ب2، 2 في -1 -2، 2 في 4 8، 2 في 5 10، 2 في 3 6، زائد نضرب كل عنصر هون ب7، 1 ضرب 7، 0 ضرب 7، 0 ضرب 7، و7 ضرب 0 و7. فإذا هل العملية الجمع معرفة لهم نفس الحجم؟ يس، إذا الجمع معرف، فبنجمع كل عنصر مع نظيره، -2 مع 7 بصير 5، 8 مع 0 جمعهم 8، 10 زائد 0 10، 6 زائد 7 تعطينا 13. الآن نيجي عملية أخرى اللي هي الماتريكس مالتيبليكيشن. ماتريكس مالتيبليكيشن، هاو تو مالتيبلاي تو ماتريسيز، شو الشروط للضرب؟ لو كان عندي A is n by m matrix then B، و B كمان is m by p matrix، الأولى حجمها n في m، الثانية حجمها m في b، then A B معرفة وتساوي ماتريكس اسمها C وحجمها بساوي n في b. لاحظ ال A حجمها n في m الأولى والثانية حجمها m في b، هدول شرط يكونوا متساويات حتى تكون عملية الضرب معرفة، يعني أعمدة الأولى لازم تساوي صفوف الثانية. الناتج بيكون حجمه n في b، يعني حجم هذه n في b ماتريكس. كيف بوجد أي عنصر في المصفوفة c، يعني العنصر الموجود بالصف i العمود j؟ بضرب AI K في B K J من K تساوي 1 ل M، يعني باخذ الصف I بحوله إلى عمود بضربه بالعمود J بالعناصر المناظرة لبعض، راح نشوف بالعملية الضرب، وبعدين بنجمع بنحصل على العنصر الموجود بالصف I والعمود J. نشوف كيف الطريقة من خلال مثال، يعني example find if possible. الآن نشوف الضرب إذا بإمكاني أضرب، كيف الضرب؟ بدي أضرب الصف بالعمود، يعني هذا شو حجمه؟ 3 في 2، هاي خلينا نحكي هون، يلا الآن أكتبه مرة ثانية، خلينا نشوف مثال find if possible، أوجد إن أمكن. عندي 2 1 -1، 3 0 2، 5 1 0 -3، 4 1، هدول أضربهم بعض إن أمكن. هذه 2 في 3 حجمها، وهي حجمها 3 في 2، عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية، إذا عملية الضرب معرفة. الناتج راح يكون 2 في 2، فحجم الناتج 2 في 2، يعني عنصر عنصر ثاني ثالث رابع. هذا العنصر كيف أجيبه؟ موجود صف أول عمود أول، باخذ الصف الأول من الأولى، الصف الأول بعمل له ترانسبوز بحطه جنب العمود الثاني، يعني كان هذا الصف بلفه بهذا الشكل ترانسبوز بحطه جنب العمود الأول، بتصير 2 جنب 5، 1 جنب 0، -1 ضرب جنب 4، بضربهم في بعض، يعني بضرب 2 في 5، 1 بالصفر، -1 بالـ4، وبجمع 2 في 5 زائد 1 بصفر زائد -1 في 4، هذا العنصر اللي في هذا الموقع الأول. عشان أجيب العنصر الثاني، صف أول عمود ثاني، باخذ الصف الأول بضربه في العمود الثاني بالطريقة اللي حكيناها،
بعمله ترانسبوز الصف الأول، بصير 2 جنب الواحد، الواحد جنب السالب 3، والسالب 1 جنب الواحد، كل واحد بضربه مع اللي جنبه، 2 في 1 زائد 1 في سالب 3 زائد سالب 1 في سالب 3. كتبت التفاصيل عشان أول مثال. الآن عشان أوجد هذا العنصر بعمل ترانسبوز للصف الثاني، هو موجود بالصف الثاني عمود أول، ترانسبوز صف ثاني بنلفه بهذا الشكل، بتصير 3 جنب الخمسة نضربه بالعمود الأول طبعا، 3 بالخمسة والصفر بالصفر واثنين بالأربعة، 3 بخمسة صفر ضرب صفر واثنين في أربعة، بنجمعهم حتى نجيب هذا العنصر، نضرب الصف الثاني بعد ما نعمل له ترانسبوز ونحطه جنب العمود الثاني، 3 بتنضرب بالواحد، صفر بالسالب 3 2 بالواحد، 3 بالواحد صفر ضرب سالب 3 2 في واحد، بعدين بنحسب الجمع والضرب بيطلع الجواب 6 2 23 5. الآن هذه بالعكس بدنا نشوف 5 1 0 سالب 3 4 1 أخذتهم عكستهم، 2 1 سالب 1 3 0 2، يعني كانت هون مثلا A B كتبتها بي اي. الان كيف بدنا نضرب؟ ناخذ الصف الاول في العمود الاول، نعمل عمليه شفهي، 5 في 2 10 و1 في 3 3، 10 و3 13، حطينا 13. الصف الاول بالعمود الثاني، الخمسه اذا تنضرب بالواحد والواحد بالصفر، 5 ب1 زائد 0 بصير 5. الصف الثاني بالعمود الثاني، 5 ضرب سالب 1 سالب 5، و1 ضرب 2 2 مع سالب 5 صارت سالب 3. طبعا الناتج راح يكون 3 ب3، حكينا هدول الشرط يكونوا متساويات عشان تكون العملية معرفة والناتج لبعض. الآن نيجي الصف الثاني في العمود الأول، 0 زائد سالب 3 في 3، يعني بيطلع الجواب سالب 9. الآن الصف الثاني في العمود الثاني، 0 في 1 سالب 3 بصفر، مجموعهم راح يكون 0. الصف الثاني في العمود الثالث، صفر بسالب واحد وسالب ثلاثة باثنين، سالب ستة مع صفر سالب ستة. الصف الثالث بالعمود الأول، أربعة في اثنين وواحد في ثلاثة، ثمانية وثلاثة 11. لأن الصف الثالث بالعمود الثاني، أربعة في واحد، واحد ضرب صفر بتعطينا أربعة. الصف الثالث بالعمود الثاني، أربعة بسالب واحد سالب أربعة، واحد ضرب اثنين اثنين مع سالب 4 بصير سالب 2. فهذه عملية الضرب للعكس. إذا A B مش شرط تساوي B A، يعني لاحظنا من الفرعين الأول والثاني إنه الضرب ليس إبدالي بالمصفوفات، مش بالضرورة A B تساوي B A، ممكن تحدث في بعض الأمثلة بس بشكل عام ليست قانون. الآن سؤال ثاني، given that A equal minus 1 2 3 4 b 2 minus 3 minus 2 0 find a b، بدي اوجد حاصل ضرب a في b، فبكتب سالب 1 2 3 4، حجمها 2 في 2 2 سالب 3 سالب 2. اذا عشان نضربهم a في b حطيت a حطيت b، حجمها 2 في 2 هاي حجمها 2 في 2، اذا الاعمدة الاولى بساوي عددها الصفوف الثانية، عدد أعمدة الأولى يساوي عدد الصفوف الثانية، فالعملية معرفة والناتج راح يكون في 2 في 2. شوف كيف نعمل، صف أول حطه عمود أول جنب العمود الأول، سالب 1 في 2 سالب 2، و2 بسالب 2 سالب 4 مع سالب 2 سالب 6. الصف الأول بالعمود الثاني، 3 مع 0 بصير 3. لأن الصف الثاني بالعمود الأول، 6 وناقص 8 ناقص 2، يعني الصف الثالث، الصف الثاني بالعمود الثاني، سالب 3 3 سالب 9 وصفر سالب 9. إذا هذا A في B، لأن لو نجيب B في A هل بيطلع بالضرورة نفسه؟ الجواب لا، لأنه حكينا الضرب ليس إبدالي، ممكن بس بشكل عام ليس بالضرورة. الآن هذه minus 1 2 كل واحدة حجمها 2 في 2، إذا عملية الضرب تكون معرفة. والآن كيف نضرب؟ صف أول بعمود أول، سالب 2 مع سالب 9 سالب 11، 4 مع سالب 12 4 موجب، وسالب 12 سالب سالب 8. الآن سالب في سالب 2 مع 0 2،
صف ثاني بعمود ثاني، سالب 4 زائد 0 سالب 4. لاحظوا الجوابين مش متساويين، مش بالضرورة يتساوي، لأن مطلوب A تربيع. الـ A تربيع يعني تضرب A في A، هاي مقصود، أي إشي تربيع يعني تضربه في نفسه. فبناخد A ناقص 1 2 3 4 بنضربها في نفسها، هي ناقص 1 2 3 4، كل واحدة حجمها 2 في 2، فعملية الضرب تكون معرفة. وبنبدأ الضرب، صف أول بعمود أول، سالب 1 في سالب 1 1، 2 في 3 6 1 7. الآن الصف الأول في العمود الثاني، سالب 2 و8 طلع 6. الآن سالب 3 و12 9. الآن 6 مع 16 22، فهذه A تربيع. الآن A ترانسبوز بلس B ترانسبوز. ال A ترانسبوز بديش آخذ ال A، بدي آخذ ترانسبوز ال A، يعني الصف الأول بدي أكتبه عمود أول، ناقص 1 2 3 4، عملت A ترانسبوز، يعني حولت صف الأول في A لعمود أول، الصف الثاني في عمود في A لعمود ثاني. لأن نفس الشيء بدي أحط زائد الترانسبوز B، هاي ال B نعملها ترانسبوز. إيش يعني ترانسبوز؟ يعني الصف الأول أحطه عمود أول، حطينا العمود الأول 2 سالب 3، الصف الثاني حطه عمود ثاني سالب 2 0. إذا هذه الـ A ترانسبوز وهذه الـ B ترانسبوز، عملية الجمع معرفة لأنهم نفس الحجم. إذا بنجمع 1 و1 بعدين سالب 1 و4. الآن هون طالب مني A زائد B ترانسبوز. عشان A زائد B ترانسبوز، أول إشي بوجد A زائد B وبعدين بعمل لها ترانسبوز. الـ A زائد B هي سالب 1 2 3 4، هذه الـ A. أما الـ B فهي 2 سالب 3 سالب 2 0. نجمع الـ A زائد الـ B لسه، بعدين نجيب الترانسبوز للجواب. بيطلع المجموع 1 سالب 1 1 و4، هذا A زائد B. إذا ال A بلس B ترانسبوز، بدي ترانسبوز للجواب، فال A زائد B ترانسبوز بدي أحول الصف الأول عمود أول 1 سالب 1، الصف الثاني عمود ثاني 1 4. لاحظ هذا الجواب وهذا الجواب متساويين، إذا بإمكاننا نستنتج إنه A زائد B الكل ترانسبوز بساوي A ترانسبوز زائد B ترانسبوز. الآن في مسائل بدي تكملوا لي A ناقص B الكل ترانسبوز، فبتوجد A ناقص B بعدين بتعمل الترانسبوز. ال A ترانسبوز لحال ناقص ال B ترانسبوز، تأخذ الترانسبوز لل A ترانسبوز ال B، نقصهم من بعض، شوف الجوابين بتساوي ولا لا. هذا تمرين أو كل هدول التمارين. A ترانسبوز B ترانسبوز، باخذ ال A ترانسبوز ببدل صفوف A بأعمدتها، صفوف B بأعمدتها وبضرب، بيطلع ناتج الآن B ترانسبوز A ترانسبوز. الآن B ترانسبوز بدل أعمد بصفوف ل B، بدل أعمد بصفوف ل A، اضربهم في بعض بيطلع ناتج. الآن AB كلها ترانسبوز، تضرب A في B والجواب تعمل له ترانسبوز، هذه راح تساوي واحد من هدول التنتين بشكل عام. مين راح تساوي؟ راح تساوي 9 بالعكس. يعني بشكل عام راح تستنتجوا من خلال المثال انه AB ترانسبوز تساوي B ترانسبوز A ترانسبوز، واذا كانوا 3 AB C كلها ترانسبوز بتصير C ترانسبوز، تبدأ من الاخر للاول B ترانسبوز C ترانسبوز. الاجوبة شباب موجودة، بس حلها لحالك اول، وهذه الاجوبة باسفل الصفحة لكل التمارين. الآن نيجي لإشي اسمه determinants for square matrices. الديتيرمنت بتكون لمصفوفة مربعة، الديتيرمنت رقم، الماتريكس زي جدول، يعني الديتيرمنت لا تساوي الماتريكس. كل ماتريكس إلها ديتيرمنت، إلها رقم معين ترتبط فيه، كأنه اقتران، هو اقتران بين المصفوفات المربعة ومجموعات الأعداد الحقيقية. فلو كان عندي A هي AB CD ماتريكس حجمها 2 في 2، نحن نحكي الآن على الماتريكس اللي حجمها 2 في 2، كيف أطلع الديتيرمنت؟ then
the determinant of A, determinant لA is denoted by DET of A, determinant A, اختصار لdeterminant A, أو بنحط زي قيمة مطلقة يعني other notation, هذا رمز وهذا رمز لنفس الشيء, determinant A بيساوي حاصل ضرب بالقطر ناقص القطر الثاني, القطر الرئيسي ناقص العنصرين الآخرين نضربهم في بعض. الآن notes, ملاحظات. For any square matrix of any size, لأي مصفوفة مربعة سواء 2 ب2 أو من اللي حكي رح نحكي عنها 3 ب3 أو حتى 4 ب4 أو أي حجم مصفوفة مربعة, إذا كان الديتيرمنت لA تساوي 0 تكافئ, جملة مكافئ إلها إنه A singular, singular يعني ما إلها نظير, رح نكتشف بعدين هاي شو المعاني معناتها أكثر وضوح. الآن A has no inverse, ما إلها inverse يعني ما في ماتريكس تانية الانفرس, يعني في ماتريكس تانية لو ضربتها بA بتعطيني الI, هاي ماتريكس تانية إذا وجدت وأضربها بA بتعطي الI, هون ما في ماتريكس, ما في ماتريكس تجيبها وتضربها في A ويطلع معك الI, ليست موجودة إذا كانت الديترمينانت زيرو, أو A بنحكي عنها is not invertible, A لا تتحول. الآن إذا كان determinant A لا تساوي زيرو تكافئ إنه A is not singular, A ليست منفردة في يعني إلها inverse. شو معنات إلها inverse؟ في matrix تانية لو ضربناها في الأولى بتعطي المحايد, والعكس كمان لو ضربت A بالA inverse بتعطينا المحايد. إذا شو معنات الانفرس؟ matrix أخرى لو ضربت بالأصل بتعطيني الواحد زي ما حكينا بالأعداد, هذه النظير الضربي للماتريكس, مصفوفة ثانية إن وجدت طبعا مش شرط تكون موجودة, ضربت بالأولى سواء من اليمين أو من اليسار في الحالتين لازم تعطي الايدنتيتي حتى تكون فعلا هي الانفرس. أو بنحكي إنه إذا كانت الديتيرمنت لا تساوي زيرو ممكن نحكي إنه A is invertible. كملاحظة توضيحية, I ضرب A, الI هي واحد زيرو, زيرو واحد, ضرب A B C D لو ضربتهم ببعض صف بعمود, صف بعمود زي ما ضربنا قبل شوي سواء هذا الاتجاه أو بالأول A B C D ضربتها بواحد صفر صفر واحد راح يطلع نفس الناتج اللي هو نفس الأصلية A B C D. إذا هذا شغله الآي, شغلها شغل الواحد في ضرب الأعداد, بس هاي في ضرب المصفوفات. إذا الايدنتيتي ماتريكس من أي حجم إذا ضربتها في ماتريكس إلها نفس الحجم ناتج ضرب المصفوفتين دائما راح يعطي المصفوفة الـ A, يعني I ضرب A دائما لازم يعطي A. Example, find the determinant of the given matrix, بدنا نوجد الديتيرمنت لهذه, determinant A نحط هون الحل solution رقم واحد بدي determinant A. كيف بدي احسب determinant A؟ بضرب 2 في 5 القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي اللي هو ماينس 1 في 3, فإذا بتصير 10 زائد 3 إذا 13, لا تساوي 0 يعني نون سنجولار يعني في إلها انفرس, مستقبلا راح نستطيع أن نوجد إلها انفرس. الآن 2, determinant of B تساوي 2 في 12 ناقص 4 ب 6 ويساوي 24 ناقص 24 0, يعني B بإمكاني أحكي عنها singular, يعني أي matrix الديتيرمنت إلها صفر بتكون singular ما إلها inverse يعني هي non-invertible. يعني نيجي الثالثة, عندك C cosine theta sine theta minus sine theta cosine theta, determinant of C equal cosine ضرب cosine معطينا cosine square theta ناقص sine theta في ناقص sine theta بعطي ناقص ساين سكوير ثيتا اللي هي كوساين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا تساوي واحد. هذا الحكي يسمى الرونسكين في كوساين ثيتا ساين ثيتا, ما بهمنا الآن اسمه, بهمنا كيف نحسب الديتيرمنت. لأن في حالة 3x3 ماتريكس راح نشوف من خلال مثال كيف نحسب, بس قبل ما نبدأ في هنا إشارات, موجب سالب واحد موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. كيف أجت الإشارة؟ لك تأخذ سالب واحد قوة I زائد J,
صف رتبة صف زائد رتبة عمود، يعني العنصر اللي هون صف أول عمود أول سالب واحد قوة واحد زائد واحد سالب واحد قوة اثنين تعطي موجب واحد. لو أخذنا هذا صف أول عمود ثاني واحد واثنين سالب واحد قوة ثلاثة مجموع الواحد واثنين تعطي سالب واحد، هذا صف أول عمود ثالث واحد زائد ثلاث أربعة سالب واحد قوة أربعة موجب واحد، وهكذا إشارة موجبة إشارة سالبة. لاحظ اثنين باثنين القطرين موجبين وباقي العناصر الأربعة الثانية بتكون سوالب. الآن إيه تساوي اثنين ثلاثة سالب واحد صفر واحد اثنين أربعة ناقص اثنين واحد. Find the determinant of A. DET A بنكتبها بهذا الشكل أو بنكتبها بهذا الشكل. بالمناسبة الديتيرمننت لهي الماتريكس ممكن نكتبها هيك دي تي لل A تساوي نعمل هيك اثنين ثلاثة سالب واحد صفر واحد اثنين أربعة سالب اثنين واحد. شباب ننتبه، لو أجاك سؤال احسب ويعطيني بس هاي ما يحكي ولا كلمة إلا احسب وهذا الرمز، هذا معناته determinant اللي زي القيمة المطلقة على ماتريكس. طبعا الماتريكس محطش القوسين تبعونها، هدول بسدوا، فبنعمل خطين زي القيمة المطلقة ونحط جواتها ماتريكس بدون أقواسها، هاي المقصود فيها determinant للماتريكس اللي جوا. يعني احسب الديتيرمنت، لما احكي لك احسب هذا بدون ما احكي ولا كلمة هاي مش ماتريكس، ديتيرمنت. اذا بدي اياها ماتريكس بنحط اقواس شكل ثاني. فاذا انتبه، هذه جوابها رقم، هاي الرقم لا تساوي ايه، يعني هذه، يعني لو واحد كتب ايه تساوي هاي غلط، هذه ديتيرمنت الاي يعني رقم الاي هذه كتابتها، فهذا فرق كبير. اذا الاقواس هاي تعني الماتريكس، اذا حطيناهم زي المطلق تعني الديتيرمننت للماتريكس. هذه جدول، هذه رقم جوابها. فكيف بدي احسبها؟ بختار اي صف او اي عمود. مثلا لو اخترنا الصف الاول كيف نعمل؟ تساوي تاخذ العنصر اللي موجود هون مع الاشاره، اشاره الموقع موجب والعنصر نفسه، بعدين بتلغي الصف وبتلغي العمود، شو بتاخذ؟ الباقي واحد اثنين سالب اثنين واحد. الآن ناقص موقع الثلاثة سالب، أنا أخذت الصف الأول والعدد نفسه لو كان سالب أخذته سالب، بلغي صفه وبلغي عموده، بضل عندي صفر اثنين أربعة واحد زائد سالب واحد، إلغي الصف وإلغي العمود للسالب واحد، بضل صفر واحد أربعة سالب اثنين. زي الكروس برودكت، الكروس برودكت للفيكتورز هي عبارة عن حساب ديتيرمنت، اثنين اضرب واحد ناقص حاصل الضرب سالب أربعة يعني بصير زائد أربعة، ناقص ثلاثة في زيرو ناقص ثمانية، ناقص واحد في زيرو ناقص أربعة. هون جوابها خمسة في اثنين عشرة، هون سالب ثلاثة بسالب ثمانية موجب 24، وهناك موجب 4، إذا 28 و10 38 قيمة الديتيرمنت. شوفوا لو بدي أحلها بطريقة ثانية، بإمكاني أخذ أي صف أو أي عمود أعمل تمدد على هذا الصف أو العمود. فمثلا لو بدي أجي أحسبها نفسها 2 ديتيرمنت 2 3 حل آخر، يعني 2 3 سالب 1 0 1 2 أربعة سالب اثنين واحد. مثلا اخترنا صف أو عمود، ممكن اختار أي صف من الثلاث صفوف أو أي عمود من الثلاث أعمدة، صف أو عمود بيمشي. مثلا لو أخذت العمود الأول فرضا، إشارة الموقع موجب، على القطر حكينا إشارات الموقع موجبة، موجب اثنين، بدي أختصر الحل، إلغي صف اثنين وعمود اثنين، تضرب هذا في هذا واحد، ناقص من القانون 2 ضرب سالب 2 سالب 4 بصير زائد 4. الآن نيجي للصفر، ناقص صفر ضرب أي إشي، عادة نختار الصف أو العمود الأصفر أكثر لأنه الحسابات بتكون فيه أقل. لو بدي ألغي الصفر صف وعموده بتصير 3، هاي لغينا صف وعمود بصير 3 ناقص 2، بضل أي عدد ضرب صفر. الآن زائد العنصر الأخير 4 اللي هو هذا، نلغي صف
وعمود الأربعة بضل 3 في 2 6 ناقص حاصل ضرب العنصرين الآخرين سالب 1 بصير زائد 1. إذا صار عندي 2 في 5 10 ناقص 0، هون 7 في 4 28 زائد. الآن اجمعهم بيطلع كم؟ 38. ما راح يأثر الجواب سواء حسبتها من خلال الصف الأول، العمود الأول، الصف الثاني، العمود الثاني، النتيجة واحدة. فإذا اختيار الصف أو العمود لحساب الديترمننت لا يؤثر على قيمتها. لهون نتوقف ويعطيكم العافية.